كيف تعرف الرأي العام فهذا كاين هناك واحد الحراك الرياضي مدينة قنيطرة، هو ماشي ولي اليوم، حراك اللي تقريبا هذه واحد 5 أو 6 سنوات الفريق تيتخبط في المشاكل وغارق في الديون، المستوى التقني ضعيف بزاف، ولا لاحظت على ان هذه المبادره هذه راه ماشي وليده اليوم، راه السنه تنبأنا في بدايه الموسم الماضي على ان هذا الموسم غادي يكون كارثي وغادي يقدر الفريق يسقط، وداك الشيء اللي للاسف داك الشيء هو اللي وقع وكان منتظر. فريق النادي القنيطري دابا الان هو محتاج لجميع الفعاليات وجميع الطاقات ديالو وجميع كل الغيور من قريب ولا من بعيد، الناس اللي سيروا، الناس اللي كاينين دابا في التسيير، حتى واحد ما تي طعن في الحب ديالهم الفريق. فهاد المنخرطين ولا هاد المكتب دار اللي عليه، ما توفقش، اللي كان عيبوا عليه وعلى هو انه بقى منغلق وما ما فتحش الباب للطاقات ديال المدينه، وما فتحش الباب للناس الغيورين واللي تيبغوا الفريق واللي تيبغوا المصلحه ديال الفريق واللي يقدروا يجيبوا افكار جديده ويجيبوا استراتيجيه جديده اللي يمكن لها تخرج الفريق من هذا المأزق هذا. دونك هاد خريطه الطريق هذه اقترحتها السنه الماضيه، واللي الخطوط العريضه ديالها هي اول حاجه يكون واحد جمع عام استثنائي اللي تبدل فيه البوند ديال 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 القانون الاساسي، نادابتيوه للقانون الجديد ديال الجامعه اللي تي لح على الترشح من اجل الرئاسه عبر اللائحه. منين تيجي رئيس تيجيب اللائحه ديالو، تيجيب الاعضاء، تيجيب المكتب ديالو، وغدا ولا بعد من تيحدد الاهداف ديالو، منين كيسالي هذاك البرنامج ديالو كنجيو نجلسوا معاه وكنتحاسبوا معاه، ما تيبقاش يتهرب ويقول لك لا وانا كان عندي صراع في المكتب، لا انا هذا قال لي، لا انا كان عندي هذا التكتل. فاش تيجيب المكتب ديالو تيولي هو اللي مسؤول عليه، الا خدم راه هو المسؤول، ما خدمش راه هو اللي مسؤول، على غرار القانون الاساسي القديم اللي خدام به الفريق الان، واللي تيجيب رئيس ومن بعد تيجي اوبليجي الرئيس، تفرض على الرئيس المكتب ديالو ياخذوا من هذوك المنخرطين، وعندنا قاعده محدوده ديال المنخرطين. دونك واخا كتجيب الرئيس راه كتبقى نفس السياسه، تيبقاو نفس الاعضاء، نفس النظره، نفس الافكار، ما كتبدلش الامور. واخا كنقولوا طوبيس خاسر وكنبدلوا الشيفور، دونك واخا تجيب لي جبتي راه ما غاديش تمشي. المبادره سي محمد اللي طلقت عليها يعني ايادي بيضاء، من المسائل اللي تدعو له هو ان الترشح باللائحه باش يكون واحد فريق عمل وفريق متجانس. واش هذه المبادره لقات اقبال وتجاوب من طرف منخرط النادي الرياضي؟ ففي الحقيقه هذه المبادره هذه هي ماشي غير مبادره شخصيه، فهي مبادره من واحد المجموعه من الغيورين وقدماء اللاعبين، وكاين حتى واحد المجموعه من المنخرطين اللي رحبوا بالفكره وتبناوها. راه لحقاش الا لاحظتوا على ان واحد المجموعه ديال المنخرطين خرجوا بواحد البلاغ اللي تيأيد هذيك خريطه الطريق اللي سطرناها. دونك خصنا ناخذوها بعين الاعتبار هذيك، من ندوزوهاش هكاك، لحقاش خص الخيرات يولي غير 5000 درهم، خصنا نوسعوا القاعده وخصنا نحلوا الباب للناس جداد، طاقه جداد، باش يمكن لنا نخلقوا واحد الحراك فكري اللي غيخرج الكاك من هذا المأزق هذا. والكاك دابا راه واحد ورش كبير. قلت بزاف ديال الناس عاتبوني في بدايه الموسم فاش وصفت النادي القنيطري، ملي قلت لهم راه كاينه غير الواجهه فرقه في بريمير ديفيزيون ملعب جديد، الوغ كو في لاغيغ بلون راه كاينه قندهار، راه كاين الدمار شامل. بزاف ديال الناس اللي عاتبوني على هذه الهضره هذه، ولكن ها هو بدا يتاكد بالملموس الهضره اللي كنت كنقول، وخاص خدمه كبيره وكبيره بزاف باش يمكن لنا نعاودوا نبنيو الفريق من جديد. لحقاش فريق مشتت بدون هويه، وكاين صراعات وداك الشيء في المكتب. دونك جا الوقت باش نديروا اليد في اليد كاملين، كل الغيورين على فريق النادي القنيطري، جميع الرؤساء اللي مروا على واللي قادر يعطي شي اضافه للنادي مرحبا به. سي محمد، في نظرك يعني من يتحمل مسؤوليه نزول النادي الرياضي القنيطري، علما ان النادي الرياضي القنيطري نزل في هذه السنه زائد الديون اللي تقريبا وصلت في حدود المليار، والديون يعني بعض
يعني بعض المتتبعين تتوقع بان تقدر تاثر على فريق النادي الرياضي يقوم يطير بطوله الموسم، ويقدر يكون المصير ديالو هو مصير النادي المكناسي اللي سقط فريق القسم الاول. فاكيد كيف قلت لك في الاول فريق النادي القنيطري فدابا هو ورش كبير، ورش سافا ديغ يلا غادي تبدا، وغادي تبدا بديون اللي هي كبيره. دونك داكشي باش خاص واحد سميتو واحد جهد كبير وتكاتف الايدي من اجل الخروج من هذا المأزق هذا. فإلى نرجع للسؤال ديالك اللي قلتي لي السبب في سقوط فريق النادي القنيطري، فالسبب هو السياسه الفاشله ديال جميع المكاتب اللي سيرت الفريق هاد السنين الاخيره. كان تراكم ديال الاغلاط، تراكم ديال الاختيارات، تراكم ديال الديون. دابا الفريق غارق في الديون، دونك خص يجي واحد المكتب دابا جديد ان شاء الله اللي غادي يحاول يخرج لا 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 يخرج الفريق من هذا المأزق هذا، ويكون عنده هدف الاول الاساسي هو بناء فريق المستقبل والحفاظ على الفريق النادي القنيطري في القسم الوطني الثاني. لقاش كنا ما كناش كنبغوا ندخلوا، قلتي لي شكون السبب، حنا كنتحملوا المسؤوليه ديالنا، ومن هذا الموقف كنعتذروا لاننا واحد الوقت بعدنا. علاش بعدنا مجبرين، لاننا فاش كنقربوا كنهضروا كن اون كريتيك، واحد كندير واحد كريتيك ايجابيه، واحد النقد ايجابي، كنا كيوصفونا على اننا كنوضعوا العراقيل وعلى اننا كنشوشوا الفريق. هذا هو السبب اللي خلانا دائما ما كنحاولوش نتحكوا بزاف وما تقربوش بزاف من هذوك المكاتب، ولكن هذه مسؤوليه ودين علينا لحقاش فريق النادي القنيطري عطانا بزاف. جا الوقت دابا باش نردوا الفريق الام ديالنا شويه ديال الجميل. الحمد لله اكتسبنا واحد التجربه كبيره في 10 سنوات، لا على مستوى التسيير ولا على مستوى الاداره التقنيه ديال المؤسسات الرياضيه اللي شرفنا عليها الحمد لله. دونك بغينا هاد لو سافوار فيغ ديالنا نبلوروه في واحد استراتيجيه شامله من اجل النادي القنيطري ومن اجل اخراجه من هذا الوضع هذا. السي محمد، في حاله يعني تم اقتراحكم لتحمل مسؤوليه النادي الرياضي القنيطري والرئاسه ديالو، هل تقبلوا بهذا العرض هذا؟ كيف قلت لك انا واحد في الاساس انا رجل تقني ورجل ميدان، ولكن التجربه ديالي في التسيير فالحمد لله عطاتني واحد نظره شموليه على التسيير وعلى طريقه تدبير الامور وكيفاش تجري الناس وكيفاش تجري الاعمال. دونك الى قلت لك قررنا اننا ما نتخلوش على النادي القنيطري، كان مكتب جديد اللي باغي ياخذ الزبام امور وعنده استراتيجيه اللي توافق مع الافكار ديالنا، حنا مستعدين نخدموا معاه في الميدان التقني. الى لقيت راسي دون لوبليغاسيون مرغوم عليا على انني نتقدم للترشيح، فانا كنظن على ان جميع كل زعما لي دو كاسون بوسيبل، فهمتيني، هاد بجوجهم يقدروا يكونوا، نقدر نكون في كرجل تقني ونقدر نكون في التسيير، خاصة واننا غادي عندنا واحد المجموعة ديال الغيورين وديال الاخوان وديال ديال ديال الناس اللي محبين على الفريق النادي القنيطري اللي مستعدين على انهم يساهموا في اعادة هيكلة النادي القنيطري. غتكون حاضر ان شاء الله في الجمع العام الغير العادي اللي ينعقد نهار 3، واش غتقدم الترشيح ديالك؟ حقيقة كنظن أن القانون ما تسمحش لي على أنني نحضر الجمع العام الاستثنائي، لحقاش الجمع العام الاستثنائي تيحضروا فيه الأعضاء اللي حضروا آخر جمع عام عادي، أنا كنت منخرط وإن شاء الله غادي نجدد الخيارات ديالي مباشرة بعد هذا الجمع العام الاستثنائي، وكنتمنى على أنه هذا الجمع العام الاستثنائي يخرج بهذيك خريطة الطريق اللي كنا رسمنا الخطوط ديالها حنا واحد المجموعة ديال الإخوان والغيورين والمحبين ديال فريق النادي القنيطري، باش يمكن لنا نجيبوا فريق عمل للناس اللي غادي نخاطبوا لاول مره، يمكن لهم يدخلوا للمكتب ويكونوا النواه الاساسيه ديال المكتب اللي غادي تخدم استراتيجيه ديال النادي ان شاء الله. الجمهور القنيطري يعني بدا ينتابه القلق والشك، يعني وخو كبير على الفريق ديال على الفريق ديالو النادي الرياضي القنيطري. كلمه في الجمهور القنيطري.
فريق النادي القنيطري فريق كبير كبير بجميع المكونات ديالو، ولكن هذه السنوات الاخيره الحلقه المضيئه في هذه المنظومه هي الجمهور ديال النادي القنيطري اللي بان على واحد مستوى فكري وكبير بزاف، والتي تضرب به المثل عالميا. وكنتمنى ان هذاك الجمهور ما يتخلاش على الفريق ديالو، لان هو دابا الان في امس الحاجه للجمهور، الجمهور اللي متعنا وبهذيك اللوحات الجميله ديالو في لابلوز. نتمناه يبقى مع الفريق، لحقاش الفريق محتاج ليه بزاف، ويصبر لحقاش الفريق اي فريق اي 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 مكتب جذابه غير يكون السياسه ديالو واضحه ويكونوا فيه ناس اكفاء. وكنطلب من الجمهور يصبر على اي مكتب جا، الى بان ليه مكتب مزيان يصبر عليه ويعطيه فرصه ديال العمل، لحقاش الفريق راه محتاج بناء، وبناء ديال 3 سنين ولا واحد 3 ولا 4 سنوات باش يمكن له يطلع فريق قوي، فريق كبير، فريق تنافسي، اللي ماشي غير يطلع ويدير اذا يطلع باش يعاود يهبط ولا داكشي، يطلع باش بوكو بي دي شامبيون ان شاء الله. ان شاء الله. شي اضافات في الختام سمعوا ماشي ختاما كنشكركم على هذه الاستضافه هذه، وكنطلب من كل غيور ومن كل محب، من كل منخرط، من كل عضو، من كل ما متداخل في الشان الرياضي القنيطري، باش نخليو النزاعات ونخليو داك الحسابات الشخصيه جانبا، ومصلحه الكاك فوق كل شيء، باش نعاونوا الفريق ديالنا يخرج من هذه الورطه ومن هذه الكارثه هذه.